الفصل 2 بطرس الرسول المتهور. وقال الرب: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان قد طلب منك أن تغربلك مثل الحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وبمجرد عودتك أكد إخوانك. لوقا 22 لآيات 31-32. في العهد الجديد لدينا 4 قوائم للرسل الاثني عشر. القائمة الأولى في متى 10:2-4. 1 سمعان بطرس، 2 أندرو، 3 يعقوب بن زبدي، 4 يوحنا، 5 فيليب، 6 بارثولوميو، 7 توماس، 8 ماثيو، 9 يعقوب بن حلفة، 10 ليبيو ثاديوس، 11 سمعان الغيوري، 12 يهوذا الإسخريوطي. القائمة الثانية في مرقس 3:16-19. 1 سمعان بطرس، 2 يعقوب بن زبدي، 3 يوحنا، 4 أندرو، 5 فيليب، 6 بارثولوميو، 7 ماثيو، 8 توماس، 9 يعقوب بن حلفة، 10 ليبيو ثاديوس، 11 سمعان الغيوري، 12 يهوذا الإسخريوطي. القائمة الثالثة في لوقا 6:16. 1 سمعان بطرس، 2 أندرو، 3 يعقوب بن زبدي، 4 يوحنا، 5 فيليب، 6 بارثولوميو، 7 ماثيو، 8 توماس، 9 يعقوب بن حلفة، 10 سمعان الغيوري، 11 يهوذا شقيق يعقوب، 12 يهوذا الإسخريوطي. القائمة الرابعة في الأعمال 1:13. 1 سمعان بطرس، 2 يعقوب بن زبدي، 3 يوحنا، 4 أندرو، 5 فيليب، 6 توماس، 7 بارثولموس، 8 ماثيو، 9 يعقوب بن حلفة، 10 سمعان الغيوري، 11 يهوذا شقيق يعقوب. في القوائم الأربع تم تسمية نفس الرجال الاثني عشر والترتيب الذي يظهرون به مشابه جيدا. الاسم الأول في القوائم الأربع هو بيدرو، هذا يؤكد وضعه كقائد ومتحدث باسم المجموعة الإجمالية. الاثني عشر مذكورون في 3 مجموعات من 4. المجموعة الأولى دائما ما تحتل بيدرو على رأس القائمة وتضم أيضا أندريس وجاكوب وخوان. المجموعة الثانية دائما ما يكون فيليب أولا وتشمل بارتولومي وماتيو وتوماس. يقود المجموعة الثالثة دائما جيمس بن حلفة، وتشمل سمعان المتعصبة يهوذا بن جيمس الذي يدعى ثاديوس في مرقس ويسمى ليبيو الملقب بثديوس في متى، وأخيرا يهوذا الإسخريوطي. تم حذف اسم يهوذا الإسخريوطي من قائمة أعمال الرسل 1 لأنه كان قد مات بالفعل بحلول ذلك الوقت. في القوائم الثلاث التي ورد اسمه فيها تم تحديده على أنه خائن. يبدو أن الأسماء الثلاثة في بداية كل مجموعة كانت قادة كل مجموعة. تظهر المجموعات الثلاث دائما بنفس الترتيب، أولا مجموعة بيتر، ثم المجموعة التي يقودها فيليب، ثم المجموعة التي يقودها جيمس. يبدو أن المجموعات مرتبة بترتيب تنازلي حسب مستوى علاقتها الحميمة مع يسوع.
كان أعضاء المجموعة الأولى على الأرجح هم التلاميذ الأوائل الذين دعاهم يسوع. يوحنا 1:35 إلى 42. لذلك فقد كانوا معه أطول مدة وشغلوا المناصب الأكثر ثقة في دائرته الداخلية. غالبا ما يرى عن في حضور المسيح، خاصة في اللحظات الحاسمة. من بين الأربعة من هذه المجموعة الأولى، ثلاثة منهم، بيدرو وجاكوب وأخوان، يشكلون دائرة أكثر حميمية. هؤلاء الثلاثة مع يسوع في أهم أحداث خدمته، عندما لا يكون الرسل الآخرون، أو إذا كانوا حاضرين، فهم ليسوا قريبين جيدا. على سبيل المثال، الثلاثة موجودون على جبل التجلي وفي بستان الجثيماني، قارن متى 17:1، مرقس 5:37، الفصل 13:3، والفصل 2:33. المجموعة الثانية ليست بارزة في الملف الشخصي، ولكن لا شك في أنها شخصيات مهمة في روايات الإنجيل. تبدو المجموعة الثالثة أبعد، ونادرا ما يتم ذكرها في الروايات المتعلقة بخدمة يسوع. العضو الوحيد في المجموعة الثالثة الذي نعرف المزيد عنه هو يهوذا الإسخريوطي، ونعرف عنه بسبب خيانته في النهاية. لهذا السبب، على الرغم من وجود 12 رسولا، يبدو أن ثلاثة منهم فقط كانت لهم علاقة أكثر حميمية بالمسيح. يبدو أن الآخرين طوروا درجة أقل من التعارف الشخصي مع الرب. يشير هذا إلى أن مجموعة صغيرة نسبيا من 12 لا تزال كبيرة جيدا، بحيث لا يستطيع شخص واحد الحفاظ على علاقة وثيقة مع كل عضو في المجموعة. أبقى يسوع ثلاثة بالقرب منه، بطرس ويعقوب ويوحنا، ثم يأتي أندريس، ثم الآخرون. من الواضح أنه على مستوى منخفض من الحميمية. إذا لم يستطع المسيح في بشريته الكاملة تخصيص قدر مساو من الوقت والطاقة لكل شخص رسمه لنفسه، فلا ينبغي لأي قائد أن يتوقع أن يكون قادرا على ذلك. كان الاثنى عشر مجموعة مختلطة للغاية. امتدت شخصياتهم واهتماماتهم إلى طيف واسع. يبدو أن الأربعة في المجموعة الأولى هم الوحيدون الذين توحدهم قواسم مشتركة. الأربعة كانوا صيادين يشكلون مجموعتين من الإخوة، يأتون من نفس المجتمع، ويبدو أنهم كانوا أصدقاء لفترة طويلة. في المقابل، كان ماتيو جابي الضرائب شخصا وحيدا. كان سيمون تعصبا ونشطا سيسن ومن نوع مختلف من الوحدة. جاء الآخرون من مهن مجهولة. كانت شخصياتهم أيضا متنوعة جيدا. كان بيدرو قاقا وعدوانيا مشجعا وصريحا، وكان معتادا على جعل فمه يعمل عندما يكون دماغه في وضع محايد. لقد أشرت إليه كثيرا على أنه الرسول الذي تحدث كثيرا، لكن يوحنا لم يتحدث كثيرا. في الأصحاحات 12 الأولى من سفر أعمال الرسل، كان هو وبطرس رفقاء لا ينفصلان، ولكن لم يتم تسجيل أي كلمة من كلمات يوحنا. كان بارثولماوس، الذي يسمى أحياناً نثنائيل، مئناً حقيقياً اعترف علانية بإيمانه بالمسيح وكان دائماً على استعداد لإظهار إيمانه، قارن يوحنا 1:47-50.
من المهم أن نلاحظ أنه في نفس مجموعة توماس، وأحيانا يكونان ثنائيا، الذي كان متشككا عينا ويريد إثباتا لكل شيء. كانت خلفياتهم السياسية مختلفة أيضا. كان ماثيو، جاد الضرائب السابقة، يسمى أحيانا ليفيا، يعتبر من أكثر الناس حقارة في إسرائيل قبل أن يناديه يسوع. لقد تولى وظيفة مع الحكومة الرومانية لتحصيل الضرائب من شعبه، وهي أموال كانت تستخدم لتمويل جيش الاحتلال في إسرائيل. من ناحية أخرى، في لوقا 6:15 وفي أعمال الرسل 1:13، يطق على الأقل شهرة من الاثنين المسمى سمعان المتعصب. كان المتعصبون حزبا سياسيا غير شرعي أخذ كراهيتهم لروما إلى أقصى الحدود وتآمروا للإطاحة بالحكومة الرومانية. كان العديد منهم أشخاصا عنيفين عاشوا خارج القانون، وبما أنهم لم يكن لديهم جيش، فقد استخدموا التخريب والقتل لتنفيذ مخططاتهم السياسية. لقد كانوا في الواقع إرهابيين. أحد فصيلهم كان يعرف باسم سكاريوس، حرفيا رجال الخنجر، بسبب الخنجر الصغير المنحن الذي استخدموه. كانوا يرتدونها تحت ملابسهم ويستخدمونها لإرسال أعداء سياسيين محسوسين مثل جبات الضرائب. كانت الأهداف المفضلة الأخرى للقتلة هي الجنود الرومان. بشكل عام، تم شن الهجمات عينا لإثارة الرعب. إن ماثيو، وهو جابي ضرائب سابق، وسيمون، تحمس سابق، أصبح جزءا من نفس المجموعة المؤلفة من 12 رسولا، هو شهادة على قوة ونعمة المسيح في تغيير الحياة. من المثير للاهتمام أن الرجال الأساسيين في المجموعتين الأولى والثانية من الرسل كانوا قد دعيوا أصلا في بداية خدمة المسيح. يصف يوحنا 1:35 2:42 الطريقة التي دعا بها يسوع يوحنا وأندراوس. هؤلاء بدورهم أحضروا بطرس شقيق أندراوس في نفس اليوم. كان جيمس العضو الآخر في تلك المجموعة هو شقيق يوحنا، ممن يجعل من المحتمل جيدا أن يكون أندراوس ويوحنا هما من قاداه إلى المسيح. بعبارة أخرى، حدث ارتباط المجموعة الأولى بيسوع في بداية خدمة الرب العامة. يصف يوحنا 1:43:55 أيضا دعوة فيليب ونثنائيل، المعروف أيضا باسم بارثولموس. دعوا اليوم التالي الآية 43. وهكذا، فإن لهذه المجموعة أيضا تاريخا يعود إلى بداية خدمة يسوع. كان هؤلاء رجالا عرفوا يسوع جيدا وتبعوه عن كثب لبعض الوقت. كان الشخص الأول في المجموعة الأولى الرجل الذي أصبح المتحدث باسم وقائد المجموعة بأكملها هو سمعان، الذي كان يدعى أيضا بطرس، لوقا 6:14. سمعان الملقب بطرس أيضا. كان سيمون اسما شائعا جدا. يوجد في رواية الإنجيل وحدها 7 على الأقل يدعون سيمون. ومن الاثني عشر اثنان، سمعان بطرس وسمعان الغيوري. في متال 1:55 تظهر أسماء الإخوة غير الأشقاء ليسوع، وسمي أحدهم أيضا سمعان. كان والد يهوذا الإسخريوطي يدعى أيضا سمعان، يوحنا 6:71.
يقول متى 26/6 أن يسوع أكل في بيت رجل من بيت عني اسمه سمعان الأبرص. سمعان آخر، وهو فريسي، فتح أيضا بيته ليسوع ليأكل هناك. لوقا 7:36-40. والرجل الذي تم تجنيده لمساعدة يسوع على حمل الصليب في طريق الجلجثة هو سمعان القيرواني، متى 27:32. الاسم الكامل لسمعان الذي نتعامل معه الآن هو سمعان بن يونا، متى 4:17. يوحنا 9:15-17. إذن، كان اسم والد سمعان بطرس يوحنا، يترجم أحيانا باسم يوناسا. لا نعرف أي شيء آخر عن والديه. لكن لاحظ أن يسوع أطلق عليها اسما آخر. يقول لوقا هذا على النحو التالي، سمعان الذي دعي أيضا بطرس، لوقا 6:14. اختيار الكلمات ليوكاس مهم من هنا. لم يعطيه يسوع اسما جديدا ليحل محل الاسم القديم فحسب، بل دعاه أيضا بطرس. عرف هذا التلميذ أحيانا باسم سمعان، وأحيانا باسم بطرس، وأحيانا باسم سمعان بطرس. كان بيدرو نوعا من اللقب، تعني موسيقى الروكا. بيتروس هي الكلمة اليونانية التي تعني قطعة صخرة، حجر. المكافئ الآرامي هو صفاء. قارن كورنثوس الأولى 1:12، الفصل 3:22، الفصل 9:5، والفصل 15:5، غلاطي 2:9. يصف يوحنا 1:42 أول لقاء مباشر بين يسوع وسمعان بطرس، فنظر إليه يسوع وقال، أنت سمعان بن يونا. ستدعى صفا، الذي يعني بطرس. بيتر هو اسم مشتق من الكلمة الآرامية واليونانية للحجر. يبدو أن هذه كانت الكلمات الأولى التي قالها يسوع لبطرس. ومنذ ذلك الحين، أصبح الروكو لقبه. ولكن أحيانا استمر الرب في مناداته بسمعان. عندما يحدث هذا في الكتاب المقدس، إفعادة ما يكون ذلك بسبب قيم بطرس بشيء يحتاج إلى التوبيخ والتصحيح. كان اللقب ماما، وكان للرب سبا محدا لمنحه إياه. بطبيعته، كان سيمون مطهورا قلبا وغير جدير بالثقة. كان يميل إلى تقديم وعود كبيرة لا يمكنه الوفاء بها. لقد كان أحد هؤلاء الأشخاص الذين يهبون أنفسهم الجسد والروح لشيء ما، ولكنهم يستسلمون قبل أن يكمله. كان عادة أول من يدخل، وغالبا ما يكون أول من يخرج. عندما قابله يسوع، كان يتناسب مع وصف يعقوب لرجل ذي عقلية مزدوجة، غير مستقر في كل طرقه، يعقوب 1:5. يبدو أن يسوع غير اسم بطرس بحيث يكون هذا اللقب تذكيرا دائما بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه. ومنذ تلك اللحظة فصاعدا، في كل مرة تحدث إليه يسوع، كان يرسل له هذه الرسالة الخفية. إذا اتصلت به سيمون، كانت تخبره أنها كانت تلعب دورها القديمة. إذا وصفته بأنه صخرة، فقد كانت تعترف به لأنه يتصرف بالطريقة التي كان من المفترض أن يتصرف بها. يروي تومي لاسوردا، المدرب السابق لفريق لوس أنجلوس دودجرز،
قصة ضارب شاب نحيف كان جديدا في دوريات دودجرز الصغيرة. كان الصبي خجولا، لكن ذراعه كانت قوية للغاية ودقيقة. كان لاسوورد قنعا بأن لديه القدرة على أن يصبح أحد عظماء لعبة البيسبول في الولايات المتحدة. ولكن، وفقا لما ذكره لاسوورد، كان الشاب بحاجة إلى مزيد من القوة والروح التنافسية. كان عليها أن تفقد خجلها. لذلك أعطاها لعبا كان عكس شخصيتها تماما. أطلق عليها اسم بولدوج. بمرور الوقت، كان هذا هو بالضبط ما أصبح عليه أوريل هيرشيزر، أحد أكثر اللاعبين إصرارا على ضرب البيسبول في الدوري الرئيسي. أصبح اللقب تذكيرا دائما بما يجب أن يكون عليه، وقبل فترة طويلة، حدد هذا اللقب ماما موقفه. هذا الشاب المسمى سيمون، الذي سيصبح بطرس، كان مبهورا وعدوانيا ونفاد الصبر. كان بحاجة إلى أن يصبح صخرة، وهذا هو الاسم الذي أطلقه عليه يسوع. بعد ذلك يمكن أن يبخه الرب بلطف أو يمدحه باستخدام اسم أو آخر. بعد لقاء يسوع الأول مع سمعان بطرس، وجدنا سياقين مختلفين يطبق فيهما اسم سمعان بانتظام. واحد هو سياق علماني، عندما يشير الكتاب المقدس، على سبيل المثال، إلى منزله، فإنه يفعل ذلك عادة بالحديث عن بيت سمعان، مرقس 1:29، لوقا 4:38، أعمال الرسل 10:17. عندما يشير إلى حماته، فإنه يفعل ذلك بعبارات مشابهة، حمات سمعان، مرقس 1:31، لوقا 4:38. يقول لوقا 5، عند وصف تجارة الصيادين، أن أحد تلك القوارب، وهو سمعان، الآية 3، ويقول لوقا أن يعقوب ويوحنا كانا رفقاء سمعان، الآية 10. تظهر كل هذه التعبيرات التي تشير إلى سيمون بالاسم في سياقات علمانية. عندما يدعى في مثل هذه السياقات سيمون، فإن استخدام اسمه القديم عادة لا علاقة له بروحانيته أو بشخصيته. هذه هي الطريقة المعتادة للإشارة إلى ما يخصه كإنسان طبيعي، وظيفته، أو منزله، أو حياته الأسرية. هذه هي الأشياء التي تسمى سيمون. الفئة الثانية من المراجع التي يدعى فيها أيضا سمعان هي عندما يكشف بطرس خصائص أنا غير المتجدد، عندما كان يخطئ في الكلام أو الموقف أو الفعل. في كل مرة يبدأ في التصرف مثل نفسه القديم، يدعوه يسوع كتاب الإنجيل بسمعان مرة أخرى. في لوقا 5:5، على سبيل المثال، يكتب لوقا، أجاب سمعان وقال له، يا معلم، لقد عمنا طوال الليل، ولم نمسك شيئا. ولكن حسب كلمتك سألقي الشبكة. هناك تحدثنا مع الشاب سيمون الصياد. يبدو مشكوكا ومتردا. ولكن عندما يمتثل وينفتح عينيه ليرى يسوع على حقيقته، يبدأ لوقا في الإشارة إليه باسمه الجديد. تقول لآية 8، لما رأى سمعان بطرس هذا، جثا على ركبتيه أمام يسوع قائلا، اخرج عني يا رب، لاني رجل خاطئ.
نرى يسوع يناديه سمعان في إشارة إلى الإخفاقات الأكثر خطورة في حياته المهنية. في لوقا 10:31، توقع يسوع خيانة بطرس، قال: سمعان، سمعان، هوذا الشيطان قد طلب منك أن تغربلك مثل القمح. في وقت لاحق، في بستان جثسيماني، عندما كان من المفترض أن يراقب بطرس ويصلي مع يسوع، نام. يكتب مرقس: جاء يسوع ووجدهم نيما، وقال لبطرس: يا سمعان أنت نائم، ألم تتمكن من مشاهدة ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. حقا إن شاء الروح والجسد ضعيف، مرقس 2:37-38. كذلك عادة عندما احتاج بطرس إلى التوبيخ أو اللوم، أشار إليه يسوع باسم سمعان. لا بد أنه وصل لدرجة أنه في كل مرة دعاه يسوع سمعان، كان بطرس يرتعد. بالتأكيد قال لنفسه: من فضلك اتصل بروك أولاً، الذي كان يمكن أن يرد عليه الرب: سأدعوك صخرة عندما تتصرف مثل الصخرة. يتضح من قراءة روايات الإنجيل أن الرسول يوحنا كان يعرف بطرس جيداً. لقد كانوا أصدقاء طوال حياتهم، وشركاء في مجال صيد الأسماك، وجيران. من المثير للاهتمام أن يوحنا يشير في إنجيل يوحنا إلى صديقه 15 مرة باسم سمعان بطرس. يبدو أن خوان لم يتمكن من تحديد الاسم الذي سيتصل به في موقف معين لأنه كان يرى باستمرار جانبي بيدرو. كذلك أنا فقط اتصلت به من خلال كلا الاسمين. في الواقع، سمعان بطرس هي الطريقة التي يسميها بطرس نفسه في مقدمة رسالته الثانية: سمعان بطرس، خادم ورسول ليسوع المسيح، الرسالة الثانية لبطرس 1:1. في الواقع، أخذ اللقب الذي أطلقه عليه يسوع وجعله اسمه الأخير، قارن أعمال الرسل 10:32. بعد قيامته، طلب يسوع من تلاميذه العودة إلى الجليل، حيث خطط أن يظهر لهم، 8:27. نفد صبره، سأم سيمون الانتظار، لذلك أعلن قراره بالعودة إلى الصيد، يوحنا 1:23. كالعادة، اتبع التلاميذ الآخرون قائدهم بطاعة. ركبوا القارب وصيدوا طوال الليل ولم يحصلوا على شيء. لكن في صباح اليوم التالي التقى بهم يسوع على الشاطئ، حيث أعد لهم الإفطار. على ما يبدو، كان الغرض الرئيسي من اجتماع الإفطار هو استعادة بطرس، الذي، بالطبع، أخطأ بشكل فاضح بشتم يسوع في الليلة التي تعرض فيها للخيانة. خاطبه يسوع 3 مرات على أنه سمعان، وسأله: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ يوحنا 9:15-17. كرر بيدرو حبه 3 مرات. كانت تلك هي المرة الأخيرة التي دعا فيها يسوع سمعان. بعد بضعة أسابيع، في يوم 50، امتلأ بطرس وبقية الرسل بالروح القدس. وكان بطرس الصخرة هو الذي بشر في ذلك اليوم. كان بطرس هو بالضبط ما هو عليه كثير من المسيحيين اليوم، سديا وروحيا. في بعض الأحيان يستسلم لعادات الجسد. الآخرين عمل بالروح.
كان أحياناً خاطئاً، لكن في أحيان أخرى كان يتصرف كرجل عادل عليه أن يتصرف. كان هذا الرجل المترنح، الذي كان أحياناً سمعان، وأحياناً بطرس، قائد الاثني عشر. تعال ورائي وسأجعلك صياد رجال. كان سيمون بيدرو صياداً من حيث المهنة. كان هو وشقيقه أندريس ينتميان إلى عائلة صيد تعيش في كفرنحوم. كانوا يصطادون في بحيرة طبرية. كان الصيادون التجاريون في أيام يسوع يصطادون ثلاثة أنواع من الأسماك في تلك البحيرة. السمكة الصغيرة، المذكورة في يوحنا 6-9 فيما يتعلق بإطعام 5000، هي السردين. السردين ونوع من الخبز الرقيق، مثل البسكويت تقريباً، كان الطعام الشائع في تلك المنطقة. فئة أخرى من الأسماك، تعرف باسم بربلز، لخيوط معينة من اللحم تبرز من طرفي أفواهها، هي نوع من الكارب، مع أشواك، يمكن أن تصل إلى أحجام كبيرة جيداً، يصل وزنها إلى 8 كيلوغرامات. من المحتمل أن يكون البربل هو نوع السمك الذي أصطاده بطرس بعملة معدنية في فمه وفقاً لماثيو 5:27، لأنها السمكة الوحيدة في بحيرة طبرية كبيرة بما يكفي لابتلاع عملة معدنية، وأيضاً تم اصطيادها بخطاف. النوع الثالث والأكثر شيوعاً من الأسماك التجارية هو مست، وهو نوع من الأسماك التي تسبح وتتغذى في المياه الضحلة ولها زعنفة ظهرية صغيرة تشبه المنشارة. يتراوح طول تلك الصالحة للأكل من حوالي 15-30 سم. حتى اليوم، تقدم المطاعم القريبة من بحيرة طبرية هذا السمك المقلي والمعروف باسم أسماك سان بيدرو. قضى سيمون وأندريس الليلة في اصطياد هذه الأسماك بشباكهم. كان الإخوة في الأصل من قرية صغيرة تسمى بيت صيدا، كانت تقع في الجزء الشمالي من البحيرة، يوحنا 1:44، لكنهم ذهبوا للعيش في بلدة أكبر تسمى كفرنحوم، مرقس 1:21-29. في أيام يسوع، كانت كفرنحوم أكبر مدينة في الطرف الشمالي لبحيرة الجليل. لعدة أشهر، جعل يسوع كفرنحوم موطنه وقاعدة خدمته. ولكن كما نقرأ في متى 11:21-24، قال كلمات رثاء لكفرنحوم وبيت صيدا. كلتا المدينتين اليوم ليست أكثر من أنقاض. لا يزال من الممكن رؤية أنقاض الكنيس في كفرنحوم. في مكان قريب، على بعد كتلة بلوك جنوب، وجد علماء الآثار أنقاض كنيسة قديمة. يقول التقليد البدائي، الذي يمكن تحديد تاريخه في القرن الثالث على الأقل، أن الكنيسة بنيت على منزل بيدرو. في الواقع، وجد علماء الآثار العديد من العلامات التي تشير إلى أن المسيحيين في القرن الثاني كانوا يبجلون هذا المكان. من المحتمل جيداً أنه كان المنزل الذي عاش فيه بيدرو. من هناك إلى شاطئ البحيرة هناك امتداد قصير للغاية. سيمون بيدرو متزوج. نحن نعلم هذا ممن يقوله لوقا 4:38، حيث تم تسجيل الشفاء الذي أحدثه يسوع بأعجوبة على حماته. في الرسالة الأولى إلى كورنثوس 9-5،
يقول الرسول بولس أن بطرس أخذ زوجته في إحدى رحلاته التبشيرية. قد يشير ذلك إلى أنه ليس لديهم أطفال أو أن الأطفال قد كبروا عندما اصطحب زوجته في رحلة البعثة. ومع ذلك، لا يقول الكتاب المقدس صراحة إن لديهم أطفالا. كان بيتر متزوجا. هذا كل ما نعرفه بالتأكيد عن حياته العائلية. نحن نعلم أن سمعان بطرس كان قائد الرسل، وليس فقط لأن اسمه يتصدر جميع القوائم التي يظهر فيها الاثني عشر. لدينا أيضا العبارة الصريحة في متى 10:2، أسماء الرسل الاثني عشر هي، سمعان الأول، الذي يدعى بطرس. الكلمة المترجمة، أولا، في هذه الآية هي المصطلح اليوناني بروتوس. إنه لا يشير إلى الأول في القائمة، بل إلى الأول من حيث الأهمية، قائد المجموعة. تتجلى قيادة بيدرو بوضوح في الطريقة التي يتصرف بها بشكل روتيني كمتحدث باسم المجموعة بأكملها. إنه دائما في المقدمة، ويتولى القيادة. يبدو أنه كان يتمتع بشخصية مسيطرة بشكل طبيعي، وقرر يسوع استخدام هذه الهدية الطبيعية للاستخدام الجيد بين الاثني عشر. بعد كل شيء، كان الرب هو الذي اختاره ليكون القائد. تم تكوين بطرس وتدريبه من خلال التصميم السيادي من الله ليكون القائد. علاوة على ذلك، شكله يسوع نفسه ودربه على أن يكون. لذلك، عندما ننظر إلى بطرس، نرى كيف يشكل الله قائدا. بصرف النظر عن اسم يسوع، فإن اسم بطرس هو أكثر الأسماء المذكورة في الأناجيل. لا أحد يتكلم كثيرا مثل بطرس، والرب لا يشير إلى أحد أكثر من بطرس. لم يبخ الرب أي تلميذ مثل بطرس، ولم ينتهر أي تلميذ يسوع كما فعل بطرس، متى 4:22. لم يعترف أي شخص آخر بيسوع بهذا الشكل أو اعترف بربادته صراحة مثل بطرس. ولم ينكر أي تلميذ آخر يسوع بقوة أو علانية مثل بطرس. لم يمتدح يسوع أحدا ويباركه مثل بطرس، وكان بطرس هو الوحيد الذي سماه يسوع الشيطاني. كان لدى الرب أشياء أصعب ليقولها لبطرس أكثر من أي شخص آخر. كل هذا ساهم في جعله القائد الذي أراده المسيح أن يكون. لقد أخذ الله رجلا ذا شخصية متناقضة ومتذبذبة ومندفعة ومتمردة نحو الله إلى قائد صلب. أعظم واعظ بين الرسل، وبكل معنى الكلمة، الشخصية المهيمنة في الفصول الاثني عشر الأولى من سفر أعمال الرسل، عندما حدثت ولادة الكنيسة. في حياة بيدرو، نرى 3 عناصر أساسية لصنع قائد حقيقي، المواد الخام المناسبة، وتجارب الحياة الصحيحة، والصفات الشخصية الصحيحة. اسمحوا لي أن أريكم بالضبط ما أعنيه. المادة الخام التي تصنع القائد الحقيقية. إنها مسألة نقاش ما إذا كان القادة الحقيقيون يولدون أو يصنعون. بيدرو هو حجة قوية لأولئك الذين يؤكدون أن بعض الناس يولدون بقدرات فطرية معينة يجب تطويرها بشكل كاف من أجل تكوين قائد حقيقي. كان لبطرس نسيج القيادة الذي أعطاه إياه الله والذي نسج في شخصيته منذ البداية.
لقد تم تصنيعه من المواد الخام المناسبة. بالطبع، الله هو الذي شكله بهذه الطريقة داخل بطن أمه. قارن مزمور 139:13-16. هناك، بالمناسبة، في التصرف الطبيعي لسيمون بيدرو، بعض السمات الواضحة التي كانت حاسمة في تحقيق قدرته القيادية. هذه بشكل عام ليست خصائص يمكن تطويرها من خلال التدريب وحده. في حالة بيدرو، كانت هذه سمات فطرية لمزاجه. الأول هو الفضول بمعنى الاستفسار. عندما تبحث عن قائد، فأنت تريد شخصاً يطرح الكثير من الأسئلة. الأفراد غير الفضوليين ببساطة لا يصنعون قادة جيدين. الفضول أساسي في القيادة. لا يمكن أن يؤدي الأشخاص الذين يكتفون بما لا يعرفونه، والمحتوى في جهلهم بما لا يفهمونه، والرضا عمن لم يحللوه، والعيش المريح مع المشكلات التي لم يتم حلها. يجب أن يكون لدى القادة فضول لا يشبع. يجب أن يكونوا أناسا جائعين للعثور على إجابات. المعرفة قوة. كل من لديه المعلومات هو الذي يتمتع بالميزة. إذا كنت تريد العثور على قائد، فابحث عن شخص يطرح الأسئلة الصحيحة، ويبحث بصدق عن الإجابات. عادة ما يظهر هذا النوع من الفضول في مرحلة مبكرة من الطفولة. لقد صادف معظمنا أطفالا يسألون سؤالا بعد سؤال، ممن أدى إلى إرهاق والديهم وغيرهم من البالغين بوابلهم المتواصل من الألغاز الصغيرة. يمكن للبعض منا أن يتذكر أنه مثل هذا عندما كان طفلا. هذا جزء من ألياف القيادة. أفضل من يحلون المشاكل هم أولئك الذين يدفعهم حماس لا يهدأ لمعرفة الأشياء وفهمها. في روايات الإنجيل، يسأل بطرس أسئلة أكثر من جميع الرسل الآخرين مجتمعين. عادة ما كان بطرس هو الذي طلب من الرب أن يشرح عباراته التي يصعب فهمها، متى 3:15، لوقا 2:41. كان بطرس هو الذي سأله كم مرة كان عليه أن يغفر، متى 6:21. كان بطرس هو الذي سأل عن المكافأة التي سيحصل عليها التلاميذ لأنهم تركوا كل شيء ليتبعوا يسوع، متى 7:27. كان بطرس هو الذي سأل عن شجرة التين التي جفت، مرقس 11:21. كان بطرس هو الذي طرح أسئلة على المسيح المقام، يوحنا 9:22-22. كان يريد دائما معرفة المزيد والفهم بشكل أفضل. وهذا النوع من الفضول هو عنصر أساسي في القائد الحقيقي. عنصر ضروري آخر هو المبادرة. إذا كان الرجل مصنوعا للقيادة، فيجب أن يكون لديه دافع وطموح وطاقة. يجب أن يكون القائد الحقيقي هو الشخص الذي يصنع الأشياء. إنه بداية. لم يطرح بطرس الأسئلة فحسب، بل كان أيضا أول من يجيب على أي سؤال طرحه يسوع. غالبا ما سار على أرض وعرة. هناك تلك المناسبة الشهيرة عندما سأل يسوع، من يقول الناس أنه ابن الإنسان؟ متى 4:13. وتعددت الآراء المتداولة بين الناس حول هذا الموضوع. يقول البعض يوحنا المعمدان،
وآخر أيليا، وآخرنا إرميا أو أحد الأنبياء، الآية 14. ثم سأل يسوع التلاميذ على وجه الخصوص: وأنتم من تقولون أني أنا؟ الآية 15. التشديد مضاف. في هذه المرحلة رفع بطرس صوته فوق الآخرين ليقول: أنت المسيح ابن الله الحي. الآية 16. كان التلاميذ الآخرون لا يزالون يعالجون السؤال، مثل تلاميذ المدارس الذين يخشون التحدث بإمكانية إعطاء إجابة خاطئة. كان بيدرو جريئا محاسما. هذه سمة أساسية لكل قائد عظيم. في بعض الأحيان كان عليه أن يتراجع أو يتراجع أو يتلقى اللوم، لكن حقيقة أنه كان دائما على استعداد لاغتنام الفرص في اللحظة التي قدموا فيها أنفسهم جعلته قائدا بالفطرة. في بستان جثماني، عندما وصل الجنود الرومان من قلعة أنطونيا لإلقاء القبض على يسوع، قال جميع الكتاب الإزائيين الثلاثة أنه كان هناك حشد كبير مسلح بالسيوف والهراوات. متى 26 إلى آية 47. قارن مرقس 14 الآية 43 ولوقا 22 إلى آية 47. يبلغ تعداد وحدة الجيش الروماني النموذجية 600 جندي، لذلك من المحتمل جيدا أن يكون هناك مئات الجنود الرومان على استعداد لخوض معركة في تلك الليلة حول البستان. بدون تردد، سحب بطرس سيفه ووجه ضربة سيفه إلى رأس ملكوس، خادم رئيس الكهنة. ربما كان الكاهن الأكبر وموظفوه على رأس الحشد، لأنه كان الشخص المرموق الذي أمر بالاعتقال. لا شك أن ما أراد بيتر فعله هو قطع رأس الرجل، لكنه كان صيادا وليس برزا. تجنب مالك الضربة لكنه فقد أذنه، ثم لمس أذنه فشفه لوقا 10:51، وأمر بطرس: أرجع سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. متى 26 إلى آية 52. وبهذه الطريقة أكد المساواة في عقوبة الإعدام كقانون إلهي. دعونا نفكر في هذا الحادث. كانت هناك مفرزة كاملة من الجنود الرومان، بلغ عددهم عدة مئات. ماذا كان يعتقد بيدرو أنه سيفعل؟ قطع رأس الجميع واحدا تلو الآخر. في كثير من الأحيان، في شغفه بأخذ زمام المبادرة، أغفل بيدرو الحقيقة الواضحة للصورة الكبيرة. لكن على الرغم من تهوره، كان لدى بطرس الأشياء التي تجعل منه قائدا. من الأفضل العمل مع مثل هذا الرجل بدلا من محاولة تحفيز شخص سلبي وغير حاسم. كما يقول المثل الشائع، من الأسهل بكثير التخفيف من حدة المروحة أكثر من إحياء الموتى. هناك أشخاص يجب جرهم للمضي قدما. لم يكن بطرس واحدا من هؤلاء. كان يريد دائما المضي قدما. حاولت أن أعرف ما لم أكن أعرفه، وفهمت ما لم أفهمه. كان أول من طرح الأسئلة وأول من حاول الإجابة على الأسئلة. لقد أخذ زمام المبادرة دائما، واستغل اللحظة وشحنها. هذه هي السمة المميزة للقيادة. تذكر أن هذه الخصائص هي فقط المادة الخام التي يتكون منها القائد.
كان بيدرو بحاجة إلى التدريب والصقل والنضج، لأنه لكي يقوم بالعمل الذي قام به المسيح من أجله، كان بحاجة إلى الحيوية والاتزان والشجاعة للوقوف في القدس في يوم الخمسين والتبشير بالإنجيل أمام نفس الناس الذين قتلوا مسيحهم. لكن بطرس كان من النوع الذي يمكن تدريبه على اتخاذ هذا النوع من المبادرة الشجاعة. هناك عنصر خام ثالث يصنع القائد الحقيقي، الالتزام والمشاركة. القادة الحقيقيون دائما في مركز العمل. إنهم لا يجلسون ويخبرون الآخرين بما يجب عليهم فعله بينما يعيشون حياة مريحة بعيدا عن خضم المعركة. يمر القائد الحقيقي بالحياة بدافع من هذا القبيل بحيث ترى سحابة من الغبار حوله. هذا هو بالضبط سبب اتباعه له. لا يمكن للناس متابعة شخص يحافظ على مسافة بعيدة. القائد الحقيقي هو الذي يظهر الطريق. يذهب للمعركة أمام أتباعه. ذات ليلة، ذهب يسوع إلى التلاميذ في وسط بحر الجليل، مشيا على الماء بينما هبت عاصفة عنيفة. من من التلاميذ هو الذي قفز من القارب؟ بيدرو. إنه الرب، لابد أنه فكر. وأنا هنا عندما أكون في منتصف الحدث. تساءل التلاميذ الآخرون عمن إذا كانوا يرون شبحا، متى الثانية وستة وعشرون دقيقة؟ فقال بطرس، يا رب، إن كنت أنت، فمرني أن آتي إليك على الماء. أجاب يسوع، تعال، الآيات 27 إلى 29، وقبل أن يعرف الآخرون، كان بطرس خارج القارب ماشيا على الماء. كان بقية التلاميذ ما زالوا متمسكين بمقاعدهم، محاولين ألا تخرجهم العاصفة من القارب. لكن بيدرو قفز من دون تفكير مرتين. هذا هو الالتزام. التزام جاد. فقط بعد أن غادر القارب وسار لمسافة ما أدرك الخطر، وبدأ في الغرق. في كثير من الأحيان، عند دراسة هذا المقطع، يلام بطرس على قلة الإيمان وعدم منحه الفضل الذي يستحقه لأنه قفز من القارب بإيمان. قبل أن نشطبه بسبب الضعف الذي كاد أن يقتله، دعونا نتذكر أين كان عندما بدأ يغرق. وبالمثل، على الرغم من أن بطرس أنكر المسيح، دعونا لا ننسى حقيقة مهمة جدا، هو وتلميذ آخر، ربما صديقه مدى الحياة، يوحنا، كان الوحيدين الذين تبعوا يسوع إلى منزل رئيس الكهنة ليروا ما كان يقوله. يسوع، يوحنا 6:15. وفي فناء منزل رئيس الكهنة، كان بطرس هو الوحيد الذي بقي قريبا بدرجة كافية من يسوع حتى يستدير الرب وينظر في عينيه عندما صاح الديك، لوقا 22:61. بعد فترة طويلة من تخلي التلاميذ الآخرين عن المسيح وهربهم للنجاة بحياتهم، كان بطرس وحيدا قريبا في وضع يمكن أن تؤدي فيه هذه التجربة إلى إسقاطه، لأنه على الرغم من خوفه وضعفه، لم يستطع التخلي ماما عن المسيح. هذا هو موقف القائد الحقيقي. عندما غادر الجميع قريبا، حاول البقاء بالقرب من ربه قدر استطاعته. لم يكن بيدرو من النوع القائد الذي كان يكتفي بإرسال رسائل إلى قواته من بعيد. كان الانخراط الشخصي هو شغفه، ولهذا السبب هو دائما بالقرب من مركز الحدث.
كان هذا هو نوع الألياف التي صنعها بيدرو، رغبة لا تشبع في المعرفة، واستعداد لأخذ زمام المبادرة، وشغف للانخراط بشكل شخصي. الآن الأمر متروك للرب لتدريبه وصنعه، لأنه بصراحة، هذا النوع من المواد الخام، إن لم يكن تحت سيطرة الرب، يمكن أن يكون خطيرا للغاية. تجارب الحياة التي تشكل القائد الحقيقي. كيف اتخذ الرب رجلا بهذه الطبيعة الخشنة والراقية ليصبح قائدا؟ لسبب واحد، كان حريصا على أن يكون لدى بطرس نوع من الخبرات الحياتية التي من شأنها أن تجعله ذلك النوع من القائد الذي أراده المسيح أن يكون. وبهذا المعنى يتم صنع القادة الحقيقيين وليس مجرد ولادتهم. يمكن أن تكون الخبرة مدرسا صعبا. في حالة بيدرو، كانت تقلبات تجربته مثيرة ومؤلمة في كثير من الأحيان. كانت حياته مليئة بالتعرجات المتعرجة. لقد أخذه الرب خلال 3 سنوات من التجارب والمصاعب التي أعطته مدى الحياة من نوع التجارب التي يجب أن يتحملها كل قائد حقيقي. لماذا فعل يسوع ذلك؟ هل كان يستمتع بتعذيب بيدرو المسكين؟ لا بالطبع لا. كانت جميع التجارب، حتى الصعبة منها، ضرورية لجعله الرجل الذي يحتاج إليه يسوع. لقد قرأت أخرى نتائج دراسة عن جميع الشباب في الولايات المتحدة الذين شاركوا في هجمات بالأسلحة النارية في المدارس. من خلال هذه الدراسة، تم التعرف على أن القاسم المشترك بين أولئك الذين أطلقوا الأسلحة النارية هو أن جميعهم تقريبا هم من الشباب الذين تم وصفهم باستخدام عقار الريتالين أو مضادات الاكتئاب الأخرى للسيطرة على مشاكل السلوك. بدلا من أن يتم تأديبهم بسبب المواقف غير المناسبة وسوء السلوك، تم تخديرهم في ذهول. بدلا من تعليمهم السلوك وضبط النفس، وصف علماء النفس عقاقير مخدرة للعقل يمكنها فقط كبح تمردهم أقتا. لم يتم مواجهتهم أو فعل أي شيء حيال المواقف الاستفزازية والمتمردة التي كانت أصل المشكلة. كان هؤلاء الشباب محصنين بشكل مصطنع من عواقب تمردهم في سن المراهقة المبكرة. وخسروا تجارب الحياة التي ربما تكون قد شكلت شخصيتهم بشكل مختلف. لقد تعلم الرسول بطرس الكثير من خلال التجارب الصعبة. لقد تعلم، على سبيل المثال، أن الهزائم الساحقة والإذلال العميق يحدث غالبا بعد الانتصارات الأعظم مباشرة. بعد أن مدحه يسوع لاعترافه العظيم المسجل في متى 4:16، أنت المسيح، ابن الله الحي، عانى بطرس أقصى توبيخ تلقاها تلميذ العهد الجديد. في وقت من الأوقات، دعاه المسيح بركا، ووعده بمفاتيح الملكوت، الآيات 17-19، وفي الفقرة التالية، دعاه شيطانا وقال، انطلقوا ورائي. الآية 23، وهذا يعني، لا تقف في طريقي. وقع هذا الحادث بعد فترة وجيزة من اعتراف بيتر بالانتصار. أعلن يسوع لتلاميذه أنه سيذهب إلى أورشليم، حيث سيتم تسليمه إلى رؤساء الكهنة والكتبة الذين سيقودونه إلى الموت. كان يكفي أن يسمع نية يسوع بأن أخذه بطرس جانبا، وبدأ يوبخه قائلا،
يا رب، ارحمك، لا ينبغي أن يحدث لك هذا بأي حال. متى الرابعة واثنتان وعشرون دقيقة؟ شعور بيدرو مفهوم ماما، لكنه كان يفكر فقط من وجهة نظر إنسانية. لم أكن أعرف خطة الله. دون أن يدرك ذلك، كان يحاول أن يخرج المسيح عن ما جاء إلى الأرض من أجله بالضبط. كما كانت عادته، كان بيدرو يتحدث عندما كان ينبغي أن يستمع. كانت كلمات يسوع لبطرس قاسية جدا، ولم يتكلم بهذه الطريقة أبدا مع أي شخص آخر، لكنه استدار وقال لبطرس: انطلق ورائي أيها الشيطان، تتعثرونني لأنكم لا تنظرون إلى أمور الله بل على أمور الناس. الآية 23. لقد تعلم بطرس للتو أن الله يمكن أن يعلن له الحق ويوجه كلماته إذا كان سيخضع عقله للحق. لم يكن يعتمد على رسالة بشرية. الرسالة التي كان عليه أن يعلنها قد أعطاها له الله. الآية 17. كما سيعطى مفاتيح الملكوت، بمعنى أن حياته ورسالته ستفتحان ملكوت الله لخلاص الكثيرين. الآية 19. ولكن الآن، من خلال التجربة المؤلمة لتوبيخ الرب، تعلم بطرس أيضا أنه كان عرضة للشيطان. يمكن للشيطان أن يملأ فمه ماما كما استطاع الرب. إذا كان بطرس يهتم بأمور البشر بدلا من أشياء الله، أو إذا لم يفعل مشيئة الله، فقد يكون أداة للعدو. في وقت لاحق، في ليلة القبض على يسوع، وقع بطرس مرة أخرى ضحية للشيطان. هذه المرة تعلم الدرس الصعب أنه ضعيف بشريا ولا يمكنه الوثوق في تصميمه. كل وعوده المتبجحة وقراراته الجادة لم تنقذه من السقوط. بعد أن أعلن أمام الجميع أنه لن ينكر المسيح أبدا، أنكره بتأكيد إنكاره بلعنات عاطفية. كان الشيطان يغربله مثل القمح. بهذه الطريقة، تعلم بطرس مقدار القش وقلة الجوهر فيه، وكيف كان عليه أن يكون يقظا وحذرا حتى يثق في قوة الرب فقط. في الوقت نفسه، تعلم أنه على الرغم من ميوله الخاطئة ونقاط ضعفه الروحية، أراد الرب أن يستخدمه، وسوف يدعمه ويحفظه مهما حدث. لقد تعلم بطرس كل هذه الأشياء عن طريق التجربة. كانت التجارب في بعض الأحيان مريرة ومزعجة ومؤلمة ومهينة. في أوقات أخرى، كانوا ملهمين، ومشجعين، وممجدين ماما. مثل عندما رأت التألق الإلهي ليسوع على جبل التجلي. بطريقة أو بأخرى، حقق بيدرو أقصى استفادة من تجاربه، واستخلص الدروس التي ساعدته على أن يصبح القائد العظيم الذي أصبح عليه. صفات الشخصية التي تحدد القائد الحقيقي. العنصر الثالث في إعداد القائد، بالإضافة إلى المواد الفطرية الصحيحة والتجارب الحياتية الصحيحة، هو الشخصية الصحيحة. الشخصية، بالطبع، هي التي تحدد بشكل مطلق في القيادة. يرتبط التدهور الأخلاقي الحالي في الولايات المتحدة ارتباطا باشرا بحقيقة أننا انتخبنا وعيننا وظفنا عددا كبيرا جدا من القادة الذين ليس لديهم شخصية. في السنوات الأخيرة، حاول البعض القول بأن الشخصية لا علاقة لها بالقيادة،
أن ما يفعله الرجل في حياته الخاصة من المفترض ألن يكون عاملاً فيما إذا كان يعتبر آلاً لأداء دور عام في القيادة. هذا المنظور يتعارض تماماً مع ما علمه الكتاب المقدس. الشخصية مهمة في القيادة، إنها مهمة جداً. في الواقع، الشخصية هي ما يجعل القيادة ممكنة. لا يمكن للناس ببساطة أن يحترموا أو يثقوا بأولئك الذين يفتقرون إلى الشخصية. وإذا لم يحترم الرجل، فلن يتبعه. الوقت والحقيقة يسيران جنبا إلى جنب. سينتهي الأمر بالقادة بدون شخصية إلى إحباط أتباعهم وفقدان ثقتهم. السبب الوحيد الذي يجعل هؤلاء الأشخاص يتمتعون بشعبية كبيرة هو أنهم يجعلون الأشخاص الآخرين الذين ليس لديهم شخصية يشعرون بتحسن تجاه أنفسهم. لكنهم ليسوا قادة حقيقيين. لكي تستمر القيادة، يجب أن ترتكز على الشخصية. الشخصية تولد الاحترام. الاحترام يولد الثقة، والثقة تحفز المتابعين. حتى في عالم الإنسان البحت، يدرك معظم الناس أن القيادة الحقيقية مرتبطة بصفات شخصية مثل النزاهة والجدارة بالثقة والاحترام والإيثار والتواضع والانضباط الذاتي وضبط النفس والشجاعة. تعكس هذه الفضائل صورة الله في الإنسان. على الرغم من أن الصورة الإلهية قد شوهت بشكل خطير في البشرية الساقطة، إلا أنها لم تمحماما. هذا هو السبب في أن الوثنيين يعترفون بهذه الصفات على أنها فضائل مرغوبة ومتطلبات مهمة للقيادة الحقيقية. المسيح نفسه هو مثال لما يجب أن يكون عليه القائد الحقيقي. إنه مثالي في جميع الصفات التي تشكل شخصية القائد. إنه تجسيد لجميع صفات القيادة الأكثر أصالة ونقاء وعالية ونبيلة. من الواضح، في القيادة الروحية، أن الهدف والهدف الأكبر هو جلب الناس إلى التشبه بالمسيح. لهذا السبب يجب على القائد أن يظهر شخصية شبيهة بالمسيح. هذا هو سبب ارتفاع الطلب على القيادة في الكنيسة. لخص الرسول بولس روح القائد الحقيقي عندما كتب: كونوا متمثلين بي كما أنا بالمسيح. كورنثوس الأولى 11:1. كان من الممكن أن يكتب بطرس نفس الشيء. تم تشكيل شخصيته وتشكيلها من خلال المثال الذي رآه في المسيح. كان لديه المادة الخام ليصبح قائداً، وكان ذلك ماماً للغاية. ساعدت تجاربه في صقل مهاراته القيادية الطبيعية وشحذها، وكان ذلك أيضاً أمراً حيوياً. لكن المفتاح الحقيقي لكل شيء، والأساس الأساسي الذي يرتكز عليه القائد الحقيقي دائماً أو يسقط، هو الشخصية. كانت المهارات الشخصية التي طورها بيتر من خلال ارتباطه الحميم بالمسيح هي التي جعلت منه في النهاية القائد العظيم الذي أصبح. كتب جيمس ميلر: الشيء الوحيد الذي يسير من القبر مع المعزين ويرفض أن يدفن هو شخصية الرجل. يا له من رجل ينجو منه. هذا لن يدفن أبداً. هذا شعور حقيقي، لكن هناك شيء أكثر أهمية ممن يعتقده الناس عنا بعد موتنا. والأهم من ذلك بكثير هو تأثيرنا ونحن ما زلنا هنا. ما هي بعض الصفات الشخصية للزعيم الروحي التي نشأت في حياة بطرس؟ 1- هو الخضوع.
الوهلة الأولى، قد يبدو ذلك وكأنه صفة غير عادية يجب ترسيخها في القائد. بعد كل شيء، القائد هو المسؤول، ويتوقع من الآخرين الخضوع له. الأمر ليس كذلك، لكن القائد الحقيقي لا يطلب فقط الخضوع، إنه مثال على الخضوع للخضوع للرب وللمتسلطين عليه. كل ما يفعله القائد الروحي الحقيقي يجب أن يتميز بالخضوع لكل سلطة شرعية، وخاصة لله وكلمته. يميل القادة إلى أن يكونوا واثقين وعدوانيين. يسيطرون بشكل طبيعي. كان لدى بيدرو هذا الاتجاه. كان سريع الكلام وسريع التصرف. كما رأينا، كان رجل مبادرة. هذا يعني أنه كان يميل دائما إلى محاولة السيطرة على كل موقف. بموازنة هذا الجانب منه، علمه الرب الخضوع. وقد فعلت ذلك في بعض الطرق الرائعة إلى حد ما. يوجد مثال كلاسيكي على ذلك في متى 17. تحدث هذه الرواية في الوقت الذي كان فيه يسوع عقدا مع الاثني عشر إلى كفرناحم، قاعدة عملياته، بعد فترة من الخدمة المتنقلة. كان جابي الضرائب في البلدة يقوم بجولاته المعتادة لتحصيل الدرهمتين السنويتين، نصف شيكل، وهما الضريبة التي يتعين على كل شخص يبلغ من العمر 20 عاما أو أكثر دفعها. لم تكن هذه ضريبة مدفوعة لروما، ولكنها ضريبة تم دفعها لصيانة المعبد. هو موصوف في خروج 30:11-16، قارن أخبار الأيام الثاني 24:9. كانت الضريبة تعادل أجر يومين، فلم تكن مبلغا صغيرا. يكتب متى، أتى الذين جمعوا الدراهمتين إلى بطرس، وقالوا له، ألا يدفع معلمك الدرهمتين؟ متى 17:24. أكد لهم بطرس أن يسوع دفع ضرائبهم. لكن من الواضح أن هذه الضريبة بالذات سببت بعض المشاكل في ذهن بطرس. هل كان يسوع ملزماً أخلاقياً، بصفته ابن الله المتجسد، بدفع ثمن صيانة الهيكل مثل أي إنسان آخر؟ أبناء ملوك الأرض لا يدفعون جزية في ممالك آبائهم. لماذا سيدفع يسوع؟ عرف يسوع ما كان يفكر فيه بطرس، عندما دخل البيت، كلمه يسوع أولا قائلا، ما رأيك يا سمعان؟ من يأخذ ملوك الأرض الجزية أو الجزية؟ من أبنائهم أم من الغرباء؟ الآية 25. أجاب بطرس، من الغرباء. لا يطبق الملوك الضرائب على أطفالهم. توصل يسوع إلى الاستنتاج المنطقي لبطرس، إذن الأولاد معفون، الآية 26. بعبارة أخرى، كان ليسوع سلطة سماوية مطلقة، لذلك يمكنه أن يختار عدم دفع ضريبة الهيكل إذا أراد ذلك. ولكن إذا لم يدفعها، فسيبعث برسالة خاطئة فيما يتعلق بالسلطة الأرضية. من الأفضل التقديم ودفع الضريبة وتجنب المواقف التي لا يفهمها معظم الناس. لذلك، على الرغم من أنه لم يكن ملزما من الناحية الفنية بدفع ضريبة المعبد، فقد قال، ولكن، حتى لا تسيء إليهم، اذهب إلى البحر وألق خطافك، وأول سمكة تصطادها، وتصطادها، ومتى تفتح فمه، ستجد ثابتا، خذها وأعطها إياه لي ومن أجلك،
الآية 27. كانت العملة المعدنية في فم السمكة ستاتر عملة معدنية تساوي شيكل واحد أو 4 دراهم. كان هذا بالضبط هو المطلوب لدفع ضريبة المعبد لشخصين. بعبارة أخرى، رتب يسوع لدفع ضريبة بطرس بالكامل أيضا. من الغريب أن المعجزة التي صنعها يسوع كانت تثبت سيادته المطلقة، وفي نفس الوقت أيضا، بموقفه من دفع الضريبة، كان ثالا على الخضوع البشري. بطريقة خارقة للطبيعة، وجه المسيح سمكة ابتلعت عملة معدنية إلى الطعم الموجود على خطاف بطرس. إذا كان يسوع رابًا على الطبيعة إلى هذه الدرجة، فمن المؤكد أنه كان لديه السلطة لاختيار عدم دفع ضريبة الهيكل. لكنه قرر أن يعلم بيدرو، بمثاله، الخضوع طواعية. الخضوع هو صفة شخصية لا غنى عنها يجب على القادة صقلها لأنهم إذا أرادوا تعليم الناس الخضوع، يجب أن يكونوا هم أنفسهم أمثلة على الخضوع. وستكون هناك أوقات يتعين على القائد فيها الخضوع حتى عندما تكون هناك حجج جيدة للغاية بعدم القيام بذلك. لقد تعلم بيتر درسه جيدا. بعد سنوات، في رسالة بطرس الأولى 2:13-18، كان عليه أن يكتب: من أجل الرب، اخضعوا أنفسكم لكل مؤسسة بشرية، سواء كان ذلك للملك، كرئيس، أو للولاة، كما أرسله من أجل عقاب الفاعلين ومدح فاعل الخير. لأن هذه هي مشيئة الله، أنكم بعمل الخير تسكتون جهل الحمقى، كأحرار، ولكن ليس كأولئك الذين لديهم الحرية كذريعة لفعل الشر، ولكن كخدام لله. تكريم الجميع. حب الأخوة. اتق الله. اكرموا الملك. أيها الخدم، يجب أن يخضعوا مع كل الاحترام لأسيادكم، ليس فقط للصالحين ولطيفين، ولكن أيضا لأولئك الذين يصعب تحملهم. كان هذا هو نفس الدرس الذي تعلمه بطرس من المسيح، بمعنى ما، أنت حر، لكن لا تستخدم حريتك كغطاء للشر. بدلا من ذلك، اعتبر نفسك عبدا للرب. أنت مواطن في السماء ومقيم مؤقت فقط على الأرض، لكنك تخضع لكل أمر بشري من أجل الرب. أنت أولا وقبل كل شيء موضوع لملكوت المسيح ومجرد غريب وحاج على هذه الأرض. ومع ذلك، لتجنب الإساءة، احترم الملك الأرضي. تكريم الجميع. هذه هي إرادة الله، وبخضوعك، سوف تسكت جهل الأشرار. تذكر أن الرجل الذي كتب تلك الرسالة كان هو نفسه الرجل الذي قطع أذن خادم رئيس الكهنة عندما كان صغيرا ومتهورا. إنه نفس الرجل الذي صارع ذات مرة مع فيكره أن يسوع يدفع الضرائب. لكنه تعلم الخضوع، وهو ليس دارسا سالا لقائد طبيعي. كان بيدرو يميل إلى أن يكون سترا وحيا وعدوانيا ومقوما لفكرة الخضوع. لكن يسوع علمه أن يخضع بمحض إرادته، على الرغم من أنه كان يعتقد أن لديه أسبابا وجيهة لعدم القيام بذلك. الميزة الثانية للشخصية التي تعلمها بيتر هي الخضوع. كثير من الأشخاص ذوي المهارات القيادية الفطرية لا يتفوقون بشكل طبيعي عندما يتعلق الأمر بالكبح وضبط النفس.
ضبط النفس والانضباط والاعتدال والاحتياط ليست بالضرورة من الصفات التي يمتلكها الشخص الذي يقود الآخرين. هذا هو السبب في أن العديد من القادة لديهم مشاكل مع الغضب والعواطف الخارجة عن السيطرة. ربما لاحظت أخراً أن ندوات إدارة الغضب قد أصبحت شائعة لكبار المديرين التنفيذيين والأشخاص الذين يشغلون مناصب قيادية في عالم الأعمال. من الواضح أن الغضب مشكلة شائعة وخطيرة بين الناس الذين يصلون إلى مثل هذه المستويات العالية من القيادة. كان لدى بطرس ميول مماثلة. المتهورون لديهم مثل هذه الشخصية التي تجعلهم عرضة لأخذ زمام المبادرة والتصرف بشكل حاسم. كل هذا هو ما يجعلهم قادة. يصاب هؤلاء الأشخاص بنفاد صبرهم بسهولة مع أولئك الذين ليس لديهم رؤية أو من ذوي الإنجازات المتدنية. يمكن أن ينزعجوا بسرعة من أولئك الذين لا يتغلبون على العقبات لتحقيق النجاح. لذلك يجب أن يتعلموا ضبط أنفسهم حتى يصبحوا قادة جيدين. اهتم الرب جيدا بتعليم بطرس أن يكبح جماح نفسه. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بطرس لتحمل أقصى التوبيخات عندما تكلم بيكرا جيدا أو تصرف بسرعة كبيرة جيدا. كان الرب يعلمه باستمرار أن يكبح جماح نفسه. هذا المشهد في الحديقة حيث حاول بيدر قطع رأس مالكه هو مثال كلاسيكي على افتقاره للسيطرة الطبيعية. على الرغم من أنه كان محاطا بمئات من الجنود الرومان وكلهم مدججون بالسلاح، إلا أن بيتر قام بسحب سيفه دون تفكير واستعد لشن هجوم عليهم. كان محظوظا لأن ملخص فقد أذنا واحدة فقط وأن يسوع أصلح الضرر على الفور. كما رأينا بالفعل، وبخه يسوع بقسوة على هذا العمل. لابد أن هذا التوبيخ كان صعبا بشكل خاص عليه، بعد أن استقبله أمام حشد من الأعداء. لكنه تعلم الكثير ممن رآه في تلك الليلة. لاحقا في حياته، كتب: لهذا دعيت، لأن المسيح أيضا تألم من أجلنا، تاركا لنا ثالا، لكي تتبع خطواته. الذي لم يفعل خطية ولم يوجد في فمه مكر. الذين لما سبوه لم يجيبوا بلعنة. عندما تألم، لم يهدده، بل عهد بالقضية لمن يحكم بالعدل. الرسالة الأولى من بطرس الثانية و21 دقيقة إلى 23. يا له من اختلاف عن الشاب الذي حاول أن يضرب بالسيف ويشق طريقه بين خصومه. لقد تعلم بيدرو الدرس من ضبط نفسه. كان عليه أيضا أن يتعلم التواضع. غالبا ما يتعرض القادة لإغراء خطيئة الكبرياء. في الواقع، قد تكون الخطيئة المؤلمة للقيادة هي الميل إلى الاعتقاد بأنك أكثر ممن أنت عليه. عندما يتبعه الناس، فإنهم يمدحونه باستمرار ويبحثون عنه ويعجبون به، إذن من السهل جدا التغلب على الكبرياء. يمكننا أن نرى في بطرس ثقة كبيرة بالنفس. يتضح هذا من الطريقة التي قفز بها بالإجابات على جميع الأسئلة. هذا واضح في معظم أفعاله، مثل عندما قفز من القارب وبدأ يمشي على الماء.
أصبح واضحًا في أسوأ الطرق وأكثرها كارثية في تلك المناسبة الحاسمة عندما تنبأ يسوع أن تلاميذه سيتخلون عنه. قال يسوع: ستهتمونني جميعًا هذه الليلة. لانه مكتوب: اضرب الراعي فتتبدد خراف الغنم، متى 26:31. لكن بطرس كان واثقا جيدا، على الرغم من أن الجميع يسيئون إليك، إلا أنني لن أتعرض للإهانة أبدا. الآية 33، التشديد مضاف. ثم أضاف: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك ليس إلى السجن فحسب، بل إلى الموت أيضا. لوقا 22:33. بالطبع، كالعادة، كان بطرس مخطئا وكان يسوع على حق. أنكر بطرس يسوع ليس مرة واحدة فقط بل عدة مرات، كما حذر يسوع. لقد زاد عار بطرس وتوبيخه في إهانة المسيح علانية من خلال تفاخره بجرأة شديدة لدرجة أنه كان نيعا لمثل هذه الخطايا. لكن الرب استخدم كل ذلك ليجعله رجلا تواضعا. ولما انكتب رسالته الأولى قال: ألبسوا تواضعا، لأن الله يقاوم المستكبرين ويمنح النعمة للمتضعين. تواضعوا، إذن، تحت يد الله القديرة، ليرفعكم في الوقت المناسب. الرسالة الأولى لبطرس 5:5-6. لقد قال بشكل خاص لزعماء الكنائس: لا تتصرفوا كأنك تتسلط على من هم في رعايتك، بل كأمثلة للقطيع. الآية 3. أصبح التواضع إحدى الفضائل التي ميزت حياة بيدرو ورسالته وأسلوبه القيادي. لكنه تعلم أيضًا أن يحب. كافح التلاميذ جميعًا لتعلم أن القيادة الروحية الحقيقية تعني خدمة المحبة لبعضهم البعض. القائد الحقيقي هو الشخص الذي يخدم، وليس الشخص الذي يطالب بالخدمة. هذا درس صعب على العديد من القادة الطبيعيين تعلمه، لأنهم يميلون إلى رؤية الآخرين كوسيلة لتحقيق غاياتهم. عادة ما يكون القادة موجهين نحو العمل بدلا من الأشخاص الموجودين، وبهذه الطريقة يستخدمون الناس أو يتخطون الناس لتحقيق أهدافهم. كان على بطرس وبقية التلاميذ أن يتعلموا أن القيادة متجذرة وتنمو في تربة خدمة محبة للآخرين. القائد الحقيقي يحب ويخدم أولئك الذين يقودهم. قال يسوع: إذا أراد أحد أن يكون أولاً، فسيكون هو الأخير وخادم الكل. مرقس 9:35. باستمرار، أظهر الرب لتلاميذه هذا النوع من القيادة في الخدمة والمحبة من خلال طريقة عيشه. ولكن لا يوجد مكان يتجلى فيه ذلك أكثر من الغرفة العلوية في الليلة التي تعرض فيها للخيانة. ذهب يسوع وتلاميذه للاحتفال بعيد الفصح في غرفة مستأجرة في أورشليم. كان الاحتفال بعيد الفصح بحد ذاته وجبة احتفالية طويلة استمرت ما لا يقل عن 4 أو 5 ساعات. في تلك الثقافة، كان المشاركون يتكئون عادة على طاولة صغيرة بدلا من الجلوس في وضع مستقيم على الكراسي. وهذا يعني أنه في مثل هذا الوضع، سيكون رأس شخص ما قريبا جيدا من قدم الآخر. في تلك المناطق، كانت جميع الطرق موحلة أو مغبرة بحيث كانت الأقدام متسخة باستمرار. لذلك،
كانت العادة أنه عندما يدخل شخص ما إلى منزل للمشاركة في وجبة، يكون هناك خادم تتمثل وظيفته في غسل أقدام الضيوف. ربما كان هذا هو الأقل والأقل رغبة من بين جميع الوظائف. لكن عدم قيام رب البيت بترتيب غسل أقدام ضيوفه كان بمثابة إهانة خطيرة، قارن لوقا 7:44. على ما يبدو، في ليلة عيد الفصح المزدحمة هذه، في تلك الغرفة المستأجرة، لم يتم تخصيص أي خادم لغسل أقدام الضيوف. من الواضح أن التلاميذ فضلوا نسيان آداب السلوك بدلا من تقديم أنفسهم لأداء مثل هذه المهمة المنخفضة. كذلك احتشدوا حول المائدة كما لو كانوا مستعدين لتناول العشاء دون غسل أقدامهم. كذلك، كما يقول الكتاب المقدس، قام يسوع نفسه من العشاء، وخلع عباءته، وأخذ منشفة، ولفها حول نفسه. ثم وضع الماء في إناء، وبدأ في غسل أرجل التلاميذ، ومسحها بالمنشفة التي كان ينطق بها، يوحنا 13:4-5. يسوع نفسه، الذي أطلق عليه لقب الرب، تولى دور العبد الأدنى وغسل أقدام تلاميذه القذرة. بحسب لوقا، في نفس الوقت تقريبا كان هذا يحدث، كان التلاميذ في منتصف نقاش حول أي منهم كان الأعظم، لوقا 10:24. كانوا مهتمين بتمجيد أنفسهم وليس إذلال أنفسهم. ثم فعل يسوع ما لم يرغب أحد منهم في القيام به. أعطاهم درسا في تواضع الحب الحقيقي. على الأرجح سقطت في صمت عارم. ولكن لما جاء يسوع لا سمعان بطرس، قال له بطرس: يا سيد، أنت تغسل رجلي. يوحنا 13:6. معنى الجملة: ماذا تعتقد أنك تفعل؟ ها هو سيمون المتغطرس والجريء، يتكلم مرة أخرى دون تفكير. وقال أكثر: لن تغسل رجلي أبدا. الآية 8. كان بطرس هو صاحب التصريحات المطلقة: لن أتعرض للإهانة أبدا. قارن متى 6:23. لن تغسل قدمي أبدا. لا توجد ظلال رمادية في حياة بيدرو. كل شيء على الإطلاق بالأسود والأبيض. أجابه يسوع: ما لم أغسلك، فليس لك نصيب معي. يوحنا 13:8. بالطبع، كان يسوع يتحدث عن الحاجة إلى التطهير الروحي. من الواضح أن غسل الأقدام لم يكن هو ما جعل التلاميذ مؤهلين للشراكة مع المسيح. كان يسوع يتحدث عن التطهير من الخطيئة. كانت تلك هي الحقيقة الروحية التي كان المقصود من غسل القدمين أن يرمز إليها. الدليل على أنه كان يتحدث عن الطهارة الروحية موجود في الآية 10، حيث تقول: أنتم طاهرون، لكن ليس كلكم. لقد غسل أقدامهم بالفعل، لذا كانوا نظيفين بالمعنى الخارجي والجسدي. لكن الرسول يوحنا يقول في الآية 11: لأنه عرف من يخونه. لهذا قال: لستم كلكم طاهرين، بمعنى أن يهوذا لم يكن طاهرا بالمعنى الروحي الذي تكلم عنه. رد بطرس هو رمز لحماسته الجامحة: يا رب، ليس قدمي فقط، ولكن أيضا يدي ورأسي. الآية 9. مرة أخرى، لم يكن هناك حل وسط مع بيدرو. كان دائما كل شيء أو لا شيء.
كذلك أكد له يسوع أنه كان بالفعل طاهرا ماما. استمر الرب في التحدث بلغة روحية عن الغفران والتطهير من الخطيئة. الآن لم يكن بيدرو بحاجة إلى أكثر من غسل القدمين. بعبارة أخرى، كان بطرس كمؤمن مبررا ماما. لم يكن الغفران والتطهير الذي يحتاجه نوعا من المغفرة الموجزة التي سيطلبها المرء من قاضي الكون، كما لو أن بطرس كان يسعى لتأكيد مصيره الأبدي. لقد حصل بالفعل على هذا النوع من التطهير والمغفرة، لكنه الآن يأتي إلى الله حيث يذهب أي طفل إلى أبيه طالبا نعمة أبوية ومغفرة للأخطاء التي ارتكبها. كان هذا هو نوع التنظيف الذي يحتاجه بيدرو. إنه نفس نوع الغفران الذي علمه يسوع جميع المؤمنين أن يصلوا من أجله يوميا، لوقا 11:4. هنا، شبه يسوع هذه الغفران اليومي بغسل الأقدام. تم تغليف كل هذه الحقائق بالرمزية عندما غسل يسوع أقدام تلاميذه. لكن الدرس الأساسي كان حول الطريقة التي يجب أن نظهر بها الحب. لقد كان مثال يسوع فعل محبة كامل في أداء مثل هذه الخدمة المتواضعة. في وقت لاحق من تلك الليلة، بعد أن غادر يهوذا، قال يسوع للأحد عشر: وصية جديدة أعطيكم، أحبوا بعضكم بعضا، كما أحببتكم، أحبوا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنك تلاميذي، إذا كنت تحب بعضكم البعض. يوحنا 1:34-35. كيف كان يحبهم؟ غسل أقدامهم. عندما ناقشوا أيهما كان الأكثر أهمية، أظهر لهم كيف تم التعبير عن التواضع والمحبة للخدمة لبعضهم البعض. يصعب على بعض القادة الانحناء وغسل أقدام أولئك الذين يعتبرونهم مرؤوسين لهم. لكن هذا كان مثال القيادة الذي وضعه يسوع وأصر على أن يتبعه تلاميذه. في الواقع، أخبرهم أن إظهار المحبة لبعضهم البعض بهذه الطريقة كان علامة على وجود تلميذ حقيقي. هل سيتعلم بيدرو الحب؟ نعم، بكل تأكيد. أصبح الحب من السمات المميزة لتعاليمه. في الرسالة الأولى لبطرس 4:8 كتب: وقبل كل شيء، أحبوا بعضكم البعض بحرارة، لأن المحبة ستستر كثرة من الذنوب. الكلمة اليونانية المترجمة متحمسة في هذه الآية هي أكتنس، والتي تعني حرفيا ممتد إلى أقصى حد. يدعون بطرس إلى الحب بأفضل ما في وسعنا. الحب الذي يتحدث عنه ليس مجرد مسألة مشاعر أو كيف نستجيب لأناس طيبين بطبيعتهم. إنه يتحدث عن حب يغطي ويعوض إخفاقات الآخرين ونقاط ضعفهم. الحب يغطي كثرة من الخطايا. هذا هو نوع الحب الذي يغسل الأوساخ عن قدمي الأخ. لقد تعلم بطرس نفسه هذا الدرس من مثال المسيح. كانت الصفات الشخصية المهمة الأخرى التي كان بيتر بحاجة إلى تعلمها هي التعاطف. عندما حذر الرب بطرس من أنه سينكر ذلك، قال له: لقد طلب منك الشيطان أن تغربلك مثل القمح، لوقا 10:31. عادة ما يتم فصل القمح عن القش عن طريق هزه وإلقائه في الهواء مع هبوب رياح قوية.
حملت الريح القشة وسقط القمح في كومة نظيفة بالفعل. ربما كنا نتوقع أن يقول يسوع: لن أسمح للشيطان أن يغربلك. لكنه لم يفعل. بدلا من ذلك، أخبر بطرس أنه أعطى الشيطان الإذن الذي طلبه. كان سيسمح للشيطان أن يختبر بطرس، كما فعل الله في حالة أيوب. ما قاله، في جوهره، كان: سأدعه يفعل ذلك. سأدع الشيطان يهز أساس حياتك. ثم سأتركه يقذفك في مهب الريح حتى لا يتبقى شيء سوى حقيقة إيمانك. وأكد له أن إيمانه سينجو من الاختبار. صليت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك. وأنت عند رجوعك قوني إخوتك، الآية 32. عندها أصر بيدرو بغطرسة على أنه لن يتعثر أبدا. لكن على الرغم من تأكيدها، قبل أن ينتهي الليل، كانت قد أنكرت يسوع، واهتز عالمها كله بشكل خطير. تم تفريغ غروره. ثقته بنفسه تحطمت. عانى كبرياءه بشكل لا يوصف. لكن إيمانه لم يفشل. لماذا كل هذا؟ كان يسوع يجهز بطرس لتقوية لاخوتي. في كثير من الأحيان، يميل الأشخاص ذو القدرات القيادية الطبيعية إلى الافتقار إلى التعاطف والفقراء في الراحة ونفاد الصبر مع الآخرين. إنهم لا يتوقفون لوقت طويل لشفاء الجرحى أثناء السعي وراء أهدافهم. احتاج بطرس إلى تعلم التعاطف من خلال معاناته، حتى يتمكن من تقوية الآخرين في معاناتهم عندما ينتهي الأمر. بالنسبة لبقية حياته، سيحتاج بيدرو إلى إظهار التعاطف مع أولئك الذين كانوا يواجهون مشاكل. بعد أن قذفه الشيطان حوله، كان بطرس متعدا جيدا للتعاطف مع نقاط ضعف الآخرين. لم يستطع إلا أن يرحم أولئك الذين استسلموا للتجربة أو وقعوا في الخطيئة. لقد كان هناك من قبل، ومن تلك التجربة تعلم أن يكون عيطوفا، أحنونا، وكريما، ولطيفا، ومريحا لأولئك الذين أصيبوا بالخطيئة وإخفاقاته الشخصية. في الرسالة الأولى لبطرس 5:8-10، كتب: كن يقظا، وكن يقظا. لأن إبليس خصمك مثل أسد يزأر يجول بحثا عن من يبتلعه. الذين يقاومون بحزم في الإيمان، عالمين أن نفس الآلام تتحقق في إخوتك في جميع أنحاء العالم. لكن إله كل النعمة، الذي دعانا إلى مجده الأبدي بيسوع المسيح، بعد أن تألمت قليلا، هو نفسه سيكملك ويثبتك ويقويك ويثبتك. لقد فهم بطرس الضعف البشري، وفهمه جيدا. لقد وصل إلى الحضيض. لقد أسقطته نقاط ضعفه. لكنها كانت قد أكملت وأثبتت قدها وأثبتتها الرب. كالعادة، كان يكتب من تجربته الخاصة. لم تكن المبادئ النظرية التي علمها. أخيرا، كان عليه أن يتعلم القيمة. ليست تلك الشجاعة، المتهورة، الكاذبة التي جعلته يتأرجح بسيفه بعنف ضد مالخوس، ولكن شخصية ناضجة، ثابتة، جريئة، مستعدة للمعاناة من أجل قضية المسيح. يقوم ملكوت الظلام على ملكوت النور. الأكاذيب تتعارض مع الحقيقة. الشيطان ضد الله، والشياطين ضد مقاصد المسيح المقدسة. لذلك، سيواجه بطرس الصعوبات أينما ذهب.
قال له يسوع: الحق، الحق، أقول لك، عندما كنت أصغر سنا، تمنطق نفسك وذهبت حيث تريد، ولكن عندما تتقدم في السن، تمد يديك، وسيأخذك آخر إلى حيث لا تريد. يوحنا 9:18 دقيقة. ماذا يعني ذلك؟ يعطي الرسول يوحنا إجابة واضحة، قال هذا شيرا إلى أي موت كان بطرس يمجد الله، الآية 19. بالنسبة لبطرس، ثمن الكرازة هو الموت. سيعاني الاضطهاد والاضطهاد والضيقة، وأخيرا الاستشهاد. ولكن للمثابرة سيحتاج إلى شجاعة صلبة. يكاد يكون من الممكن رؤية ولادة الشجاعة الحقيقية في قلب بطرس في يوم 50، عندما كان ممتلاء ومدعوما بالروح القدس. قبل ذلك، أظهر ومضات من نوع متقلب من الشجاعة. هذا هو السبب في أنه سحب سيفه بشكل متهور أمام حشد من الجنود المسلحين للحظة، لكنه أنكر يسوع عندما واجهته خادمة بعد بضع ساعات. تأثرت قيمته، مثل كل شيء في حياته، بعدم الاستقرار. لكن بعد عيد العنصرة، نرى بطرسا مختلفا. يروي كتاب أعمال الرسل 4 كيف تم تقديم بطرس ويوحنا للمثول أمام السنهدريم، المجلس اليهودي الحاكم. لقد وجهت إليهم تهمة رسمية، لا تتحدثوا أو تعلموا باسم يسوع بأي حال من الأحوال، الآية 18. أجاب بطرس ويوحنا بجرأة: احكم على ما إذا كان من الصواب أن يطيع الله في عيني الله بدلا من طاعته. لأننا لا نستطيع إلا أن نقول ما رأيناه وسمعناه، الآيات 19:20. وسرعان ما أعيد إلى السنهدريم لاستمرارهم في الكرازة. وقالوا نفس الشيء: من الضروري طاعة الله أكثر من طاعة الناس، أعمال الرسل 5:29 دقيقة. إن بطرس، الممتلئ بالروح القدس وتأثره بمعرفة أن المسيح قد قام من بين الأموات، قد اكتسب شجاعة لا تتزعزع وصخرة صلبة. في رسالته الأولى نلمح لماذا كان ليئاً بهذه الشجاعة. كتب إلى المسيحيين المنتشرين في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية بسبب الاضطهاد، فيقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته العظيمة جعلنا نولد من جديد لرجاء حي، من خلال قيامة يسوع المسيح من بين الأموات، لميراث غير قابل للفساد، غير ملوث ولا يتلاشى، محفوظ في السماء من أجلك، الذي يتم الاحتفاظ به في قوة الله من خلال الإيمان، لتحقيق الخلاص الذي تم إعداده للإعلان في المرة الأخيرة، التي تفرح فيها، على الرغم من أنه لآني لفترة قصيرة، إذا لزم الأمر، يجب أن تتأذى في اختبارات مختلفة، حتى يتم اختبار إيمانك، الذي هو أثمن بكثير من الذهب، الذي، على الرغم من فساده، اختباره بالنار، في التسبيح والمجد والكرامة عندما يتجلى يسوع المسيح. الرسالة الأولى لبطرس 1:3-7. كان آمنا في المسيح، وعرف ذلك. لقد رأى المسيح المقام، لذلك عرف أن المسيح قد هزم الموت. كان يعلم أنه مهما كانت التجارب الأرضية التي كان عليه أن يواجهها، فإنها كانت مؤقتة فقط. على الرغم من أن التجارب غالبا ما تكون مؤلمة وغير سارة دائما،
إلا أنها لا تقارن بأمل المجد الأبدي. قارن رومي 18 دقيقة. كان يعلم أن صدق الإيمان الحقيقي أغلى بكثير من أي ثروة أرضية قابلة للتلف، لأن إيمانه سينتج عنه تسبيح ومجد المسيح عند عودته. هذا الأمل هو ما أعطى بطرس مثل هذه الشجاعة. عندما تعلم كل تلك الدروس، وتغيرت شخصيته، وأصبح الرجل الذي أراده المسيح أن يكون، تغير تدريجيا من سمعان إلى موسيقى الروكي. من مثال الرب تعلم أن يخضع، وأن يكبح نفسه، وأن يكون تواضعا، وأن يحب، وأن يكون عاطفا مشجعا. وبسبب عمل الروح القدس في قلبه، أصبح قائدا عظيما. لقد بشر في يوم 50 وخلص 3000 شخص. أعمال الرسل 14 دقيقة إلى 41. شفى هو ويوحنا رجلا أعرجا. أعمال الرسل 3:1. كان لديه الكثير من القوة لدرجة أن الناس شفيوا بظله فقط. أعمال الرسل 15 دقيقة و 16. رفع طبيثا. أعمال 9:36 دقيقة 42. لقد أخذ الإنجيل إلى الأمم. أعمال الرسل 10 وكتب رسالتين، الرسالتين الأولى والثانية لبطرس، يشرح فيها نفس الدروس التي تعلمها من الرب عن الشخصية الأصيلة. أي نوع من الرجال كان بطرس؟ كان مثاليا. لا، يروي الرسول بولس في غلاطية 2 حادثة تساوم فيها بطرس. لقد تصرف بنفاق. هذا يسمح لنا برؤية لمحة موجزة عن سيمون العجوز. كان بطرس يأكل مع الوثنيين ويشاركهم كأخ حقيقي في المسيح، حتى ظهر بعض المعلمين الكذبة. أصر هؤلاء الهراطقة على أنه طالما لم يختن الوثنيون واتبعوا الشريعة الطقسية للعهد القديم فلن يخلصوا، وبالتالي لا ينبغي معاملتهم كأخوة. من الواضح أن بطرس، الذي خافه المعلمون الكذبة، توقف عن الأكل مع الإخوة الأمميين. غلاطية 2:12 دقيقة. تقول لآية 13 أنه عندما فعل بطرس ذلك، فعل الجميع ذلك أيضا، لأن بطرس كان القائد. ثم يكتب الرسول بولس: قاومته وجها لوجه لأنه كان سيدان. الآية 11. وبخ بولس بطرس أمام الجميع. الآية 14. لنفترض أن بطرس استجاب لتصحيح بولس. وعندما تمت مواجهة خطأ اليهود أخيرا في مجلس كامل لقادة ورسل الكنيسة في القدس، كان بطرس هو الذي تحدث أولا دفعا عن إنجيل النعمة الإلهية. هو الذي قدم الحجة التي أنقذت اليوم. أعمال الرسل 15:7-14. في الواقع، كان يدافع عن خدمة الرسول بولس. تظهر الحلقة بأكملها كيف ظل سمعان بطرس قابلا للتعليم ومتواضعا إحساسا لقناعة وتقويم الروح القدس. كيف انتهت حياة بطرس؟ نعلم أن المسيح قال له إنه سيموت شيدا. يوحنا 9:18. لكن الكتاب المقدس لا يسجل موته. تشير جميع الوثائق القديمة من تاريخ الكنيسة المبكرة إلى أنه صلب. يستشهد يوسابيوس بشهادة كوليمان التي تقول إنه قبل صلب بطرس أجبر على أن يشهد صلب زوجته. بينما كانت تمشي حتى الموت،
قالت كليمنتي أن بطرس دعاها باسمها قائلا لها اذكر الرب. عندما جاء دوره للموت طلب أن يصلب رأسا على عقب لأنه لم يكن مستحقا للموت لأن ربه قد مات. وهكذا تم تسميره على شكل صليب لأسفل. يمكن تلخيص حياة بطرس بالكلمات الأخيرة من رسالته الثانية: أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. الرسالة الثانية من بطرس 3:18. هذا هو بالضبط ما فعله، ولهذا أصبح صخرا، القائد العظيم للكنيسة الأولى. صديقي المستمع العزيز، نيابة عن فريق مسيحي متعدد اللغات، نحييك ويسعدنا أن تستمتع بهذه القناة التي تم إنشاؤها وتصميمها من أجلك، حيث يمكنك الاستماع إلى تعديلات أفضل العناوين المسيحية بلغتك. كتب كتبها مؤلفون مشهورون في المجال المسيحي ومستوحاة من كلمة الله. نحن نشجعك على الانضمام إلينا والاستمتاع بسلسلة الكتب المسموعة الجديدة هذه بعنوان 12 رجلا عاديا، التي كتبها القس جون ماكارثور مؤلف هذا الكتاب وغيره من العناوين الشهيرة. ولد جون ماكارثر في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في 19 يونيو 1939. هو قس ومؤلف أمريكي معروف ببرنامجه الإذاعي التعليمي المسيحي المنتشر دوليان غريس تو يو. لقد كان راعيا وممن لكنيسة جريس كوميونيتي في صن فالي، كاليفورنيا منذ 9 فبراير 1969، وهو حاليا أيضا رئيس كلية الماجستير في نيوهول، كاليفورنيا ومدرسة المعلمين في لوس أنجلوس. خلافا للاعتقاد الشائع، لا يتعين علينا أن نكون كاملين للقيام بعمل الله. يفحص جون ماكارثر الرجال 12 الذين اختارهم المسيح لتلاميذه ويساعدنا على اكتشاف كيف يمكننا تحويل عيوبنا إلى أدوات مفيدة للتأثير على الآخرين. وبدون الذهاب إلى أبعد من ذلك، فإن نقاط ضعف التلاميذ 12 محفوظة إلى الأبد في صفحات العهد الجديد. اختار يسوع الناس العاديين مثل الصيادين وجباة الضرائب والسياسيين المتعصبين، وحول نقاط ضعفهم إلى نقاط قوة، وأنتج العظمة من عدم النفع المطلق. يضع ماكارثر الخطوط العريضة لمبادئ التدريب الدقيق للتلاميذ 12 الأوائل لتلاميذ معاصرين مثلك. ندعوكم الأسبوع القادم لمتابعتنا بفصل جديد من هذه السلسلة بعنوان 12 رجلا عاديا. وإذا أعجبك هذا الفيديو والقناة، فنحن نشجعك على دعمنا لكي ننمو من خلال منح إبداعات الإعجاب والاشتراك، حتى نتمكن من مواصلة العمل لتقديم أفضل محتوى لك. حتى الأسبوع القادم، بارك الله فيك كثيراً.